ايه حكايتك؟ ايه حكايتك؟ قوم ايه؟ مؤاخذة سعادة الباشا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه بترى ايه؟ بترى ايه؟ احنا ناقصين قراية. ناقصين قراية. شوية ثقافة. ثقافة؟ مين اللطع اللي واقف هناك ده؟ مين اللطع اللي واقف على العربية ده هناك؟ فين ده؟ اللي لابس بدلة ده وحاطط ورد ومتقفلط. مين ده؟ يعني اعرفه منين؟ تعرفوا منين ازاي؟ مش بواب العماره لازم تعرف كل واحد ماشي وداخل ولا ايه؟ يعني اي حد واقف اقول له وريني باسبورتك. باسبورته؟ ليه انت واقف في جمرك؟ لا بس تعرفه. اعرفه منين؟ ايوه سعادة الباشا، قانون العمارات الماده 99 بتقول طالما واقف بعيد عن العماره شويه يبقى انا ماليش دعوه بيه. الله، ده انت خريج سربون بقى. مالك في ايه؟ خريج سربون؟ ايه السربون دي؟ طب عندك قانون اطلع بيتي؟ انت مش ساكن؟ ايوه. اتفضل. يا سلام. ده انت بقيت مش بواب بقى، ده انت بقيت حاجه ثانيه. ما هو ستي يعني عارف نجيب منين بقى؟ يعني مين يا شادي؟ محمود. عايز ايه؟ عصام. عايز ليه؟ عايز الجواب ده. الجواب ده؟ مين اللي عطاهولك ده؟ الراجل. راجل مين؟ الراجل ده اللي بيركب عربية. أول مرة تجي لها جوابات. عطاك حاجة تانية؟ عطاني الشوكولاتة وقال طب ما حطيتش في الدور التاني. الشوكولاتة. هات. مع السلامة بقى. هات الشوكولاتة. يلا ما تشكوش فيا، تسرع على الله. هاي شوكولاته. امشي يا امشي يا شوكولاته. ايه انت عاوز تضخم تبقى زيها؟ ده انت جسمك حلو قوي. بتاكل شوكولاته وجواب يا لطيفه. طب انا اشوف الحكايه دي ايه بقى؟ ادرسها جوه. والله عاد تجيلي جوابات يا لطيفه. بتجيلي جوابات اقولك حبيبي. ايه حبيبتي؟ في حد بيقول لها حبيبتي غيري؟ انا فضلت ابعتلي الجواب بدل ما اكلمك في التليفون لاني خايف لا تكوني لسه زعلانه مني. هي بتزعل من حد غيري؟ أنا آسف على اللي حصل آخر مرة. طيف وشك الجميل لسه في خيالي لغاية دلوقت. إيه كانت أجمل لحظات حياتي وأنت جنبي في العربية والفستان الأصفر اللي كنت لابساه. الفستان الأصفر اللي كنت لابساه بالكم بالكول الأسود حوالين رقبتك. اللي جبتهولها أنا في عيد القمح. خلاكي زي وردة عباد الشمس. عباد الشمس ده مين؟ سمعت الاسم ده قبل كده؟ معرفوش. ما تنسيش إني هكلمك النهارده الساعة 5. حاولي تخلي التليفون بعيد عن هولاكو. هولاكو؟ أنا هولاكو المخلص مجدي. أنا مش مصدق نفسي. لطيفة تخني؟ لطيفة تخني أنا؟ هتشل وتخني مع مين؟ مع عباد الشمس؟ لا ده انا هكسر الدنيا، ده انا هبوظ الشارع كله، ده انا هدمر الحياه. لا تخني مع مين؟ ايوه فين الاصفر؟ فستان الاصفر ابو جوده سودا. هتشل.
سلام، ايوه سلام. لا في حاجه، في حاجه خطيره، عايزك تعالى لي، تعالى لي. لا ما اقدرش احكي لك في التليفون. لا انا معلش، انا هتشل، انا هتشل. تعالى لي بعد ثانيه، ثانيه واحده، مش هستناك اكتر من ثانيه. يا سعيد في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ بتعمل ايه كده؟ حضيه في ايه يا عم انت؟ مصيبه. مصيبه ايه؟ مصيبه. انت اتاخرت ليه؟ مش عبال ما اكلت لي لقمه غيرت هدوم وركبت تاكسي وجيت لك؟ بتعمل الحاجات دي كلها ليه وسايبني؟ في ايه؟ مصيبه. مصيبه ليه خير؟ حبيبي حبيبتي، انا فضلت ابعت لك جواب بدل ما اكلمك في التليفون لاني خايف لا تكون لسه زعلانه مني. هي بتزعل من حد غيره؟ انا اسف على اللي حصل اخر مره. طيف وشك الجميل لسه في خيالي لغايه دلوقتي. غير دلوقتي كانت اجمل لحظات حياتي وانت جنبي في العربيه والفستان الاصفر، الفستان الاصفر اللي كنت لابساه بالكول الاسود. ايوه الكول الاسود اللي جابه لها في عيد القمح. الكول الاسود حوالين رقبتك خلاكي زي ورده عباد الشمس. مين عباد الشمس ده؟ الاسم ده انا سمعته قبل كده. معرفوش. ما تنسيش انا هكلمك النهارده الساعه 5. حاول تخلي التليفون بعيد عن هولاكو. هولاكو؟ هولاكو ده يبقى سعيد المخلص مجدي. لا اسم الله عليك. ايه يا عبد السلام؟ لا 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 مالك يا عبد السلام؟ لا 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 لا, لا. انت هترجع مالك في ايه؟ مش مصدق نفسي. لطيفة لطيفة يا سيدي. الملاك الملاك يا سيدي. المثقفة المحترمة. انا بشيل المزهرة. انت بتهتف؟ ايوه يا سيدي المثقفة المحترمة. انا مش مصدق نفسي، مش معقول. افضل لحظة. طب بقول لك يا سعيد، ما هتتصل بلطيفه؟ لطيفه؟ ايوه. اقول لها ايه؟ اسالها عن الراجل. ما هتنكر طبعا. ممكن تنكر صح. طب والعمل يا سعيد؟ قول لي والنبي. ايه العمل؟ انت بتحلفني؟ العمل؟ انا جايبك عشان تقول لي انت ايه العمل، مش هقول لك انا ايه العمل. طب ايه رايك بقى نجيب الواد سيد مجانس؟ سيد مجانس؟ ايوه. بتاع الصحه؟ ايوه. اللي من عجائب الطبيعه ده؟ ايوه. طب انا محتاجه فيه. لا ما سيد مجانس ده لازم يتواجد في الظروف اللي زي دي. ما انت معذور، اول مره مراتك تخونك. انما اسالني انا كل يوم ببعت لسيد مجانس. قصدك انت برضو عندك عباد الشمس؟ يوه كتير. مره تعرفنا على واحد وتقول لي ده ابن خالتي وانا اشك، تقول لي ده ابن عمي اشك. مره بقى الشك كان هموتني، عرفتني على واحد قالت لي ده اخويا. يا سلام يا عبد السلام، يشوف بلوة غيره تهون عليه بلوته. المهم ان انت تفكر بعصابة هادية، تهدي نفسك وما تبقاش عصبي، تمسك نفسك. اسمع كلامي. اقول لك ايه؟ محدش عمل معايا العملة دي؟ انت بترجني ولا ايه؟ انا مش عايز حقك يضيع. حقي ضيع ازاي؟ انا مش فاهم. الشقة والعفش والعيال. صحيح والله نبيتين الحاجة، ده انذار والله. الشقة والعفش العيال مش مهم. الشقة والعفش. الله تصدق بالله؟ لا اله الا الله. انت جيت في وقتك، جيت في وقتك عبد السلام، والا كنت هرتكب تصرف وسائل عليه امام القانون. ايه ده؟ انت كنت ناوي تنزل لطيفة؟ لطيفة؟ لطيفة ما تتأذاش. امال ايه؟ تأذي بس. تليفون؟ الساعة معاك كام؟ 5. الله. أمال معايا 5 ازاي؟ معروف؟ لا ما انا هكلمه الساعة 5 دلوقتي أكيد. ده روميو. عباد الشمس بتاعها. طب في فكرة. إيه؟ قلد له صوت لطيفة. يخرب حالك، جاك الفكرة دي إزاي؟ إيه رأيك؟ والله ده أنت طلعت في الفكرة دي كوافير. والله. ألو
ايوه حبيبي ازيك يا روح قلبي؟ ده صوت لطيفه. ايوه يا اخي ساعات بيجي لها انبطاح في رجلها اليمين فبيحصل لها مشاكل في الصوت. الو ايوه يا روح قلبي وحشتني والله. نعم جايب لي ورده احمر؟ جايب لها ورده احمر. كمل. انا هستنى. لا انا قصدي هستناك. هستناك انت جاي امتى؟ جاي امتى؟ يوم الخميس. يوم الخميس الساعه كام؟ الساعه 8. انا ويتك. انا ويتك. ويتك يا اخي زي اللي بيكلموا في النوادي. انا ويت. ايوه ويت يعني هستناك. ما هو في النوادي بيكلموا ثلاث كلمات انجليزي واربع كلمات عربي. مع السلامه. انا ويتك. ايه انا نويت؟ انا نويت يا سيدي يعني بكره الصبح. اسكت ده كلام انجليزي انت ما تعرفوش. شفت جايب لها ورد احمر. يا لطيفه بتحب الورد الاحمر؟ لا دي ما بتشموش. امال ايه؟ دي بتاكله في العشاء زي الخس كده والجرجير. طب بقول لك ايه؟ مفيش غير سيد مجانس. ما تجيبليش سيد مجانس باكل شويه. بجيبه لك انا. بقول لك ايه؟ انت هتضربني ولا ايه؟ خلي سوا ولا ايه؟ لا لا بقول لك ايه؟ انا ببيتك عيب كده. بالحق. ايوه بيتي فعلا. اعمل ايه؟ طب ايه رايك؟ الواد ده مش غلطان والله. ما غلطان. ليه بقى؟ والله ده ابن حلال. ازاي؟ ده واد طيب قوي. ازاي؟ مراتي هي اللي سيئه. ايوه سيئه. لان لطيفه اما تكلم واحد زي ده بالشكل ده في التليفون تبقى مبسوطه. معقوله هي اللي عايزاه؟ معقوله برضه لطيفه هتبقى مبسوطه بالكلام ده؟ اسمع كلامي مفيش غير سيد مجانس. ايوه بقول لك يا ابو سلام. انا قررت ايه؟ اتصل باللي اسمه مجانس. ما انا قلت لك من الاول هي فلسفه خلاص يا اخي. انا كنت عصب ساعتها. مالك؟ اوعى تمشي عليا. بقول ادخل على الراجل كلمه. يلا ايه ده؟ هو ايه بعيد قوي؟ الو ايوه مركز شباب مجانس. الله يخليك لو سمحت ممكن اكلم كابتن سيد مجانس في الاسم؟ طب حضرتك ما تعرفش هيخرج امتى يعني؟ كمان 3 ايام واخدهم مصاريف في الاسم بيسيء يعني. طيب ممكن من فضلك يعني لما يخرج خليه يجي لي على شقتي. قول له لا بلاش شقتي. قول له يجي على شقه الاستاذ سعيد شاوي. انا هسيب له خبر. انا عبد السلام عارفني اهو. ايوه انا جايب له شغل براني. سلام. مين بيسير؟ مين يكنس؟ يلا. يا سيد كل دي غيبة. هما الثلاث ايام دفعت فيهم الكفالة وجيت لك على طول. خير؟ الأستاذ سعيد. تعالى يا سيد. ايه تعالى ايه؟ تعالى ايه؟ ده انا المجني عليا. مالك ايه؟ ايه يا عم انت داخل سخن ليه كده؟ لا مؤاخذة. وريله. خد الجواب. دي ورقة بيضة. بيضة ايه؟ اقرا. طب اقرا انت عشان الزهر ثقافته كتابة. حبيبي حبيبتي شوف انا فضلت ابعت الجواب بدل ما اكلمك في التليفون لان خايف تكوني لسه زعلانه مني. انا اسف على اللي حصل اخر مره. طيف وشك الجميل لسه في خيالي لغايه دلوقتي. كانت اجمل لحظات حياتي وانت جنبي في العربيه والفستان الاصفر اللي كنت لابساه ابو كولا سودا اللي كان جايبه لها في عيد القمح. فاكره؟ كفايه يا راجل. كفايه تندمك خلاص. كفايه. خلاص انا فهمت دلوقتي. عايزين مني اضربه واعمله كام غرزه بالظبط؟ غرزه ايه؟ لا احنا مش بتوع غرز. احنا عاوزينك تربيه بس. لا ربيه جايبني ليه؟ لا مش جايبينك. ده انا هناوله واحده هوك كده ومياوله بالتانيه كده. لا يا عم اوعوا سيبوني. قول انا اسف. يا قول انا اسف. يا عم سيبه هتموته. اللي هيتكلم فيكوا هحطه فوق منه. ايه ده؟ انت جايب لي غرزه؟ ده هيعمل لنا جنايه. غوريلا ايه؟ ده العلاج الطبيعي. ده العلاج الوحيد. انا مجربه قبل كده. ما تقلقش يا عم احنا مش عاوزين دم وكلام فارغ من ده. ما توديناش في داهيه. النهارده ايه؟ النهارده الاثنين. الاثنين؟ ايوه. انت بتعمل كده ليه يالا؟ النهارده ايه؟ الثلاث. تعالى بقى. النهارده ايه؟ الاربع. الاربع. Ah!
قول انا عايز يلا تعال معاي. النهارده ايه؟ الخميس. قلت النهارده ايه؟ الخميس. يوم اللقاء ساعتها كام؟ 8. امال انا معايا 8 ليه؟ يمكن ساعتك مخرفه. مخرفه ايه؟ يلا اتكل على الله. مالك في ايه؟ في مالك؟ في عادي. الله ايه اللي حصل لك؟ في ايه؟ ما حصلش حاجه. انا كويس قوي. انا بوم. الله انت جاي تموت عندي؟ بقول لك ايه؟ الله ايه الحكايه؟ ده يومك. يومك. يوم ايه؟ يومك. الولد ده. ولد مين؟ ما هتضربه. هتضربه. امال انا بضرب في مين من يوم الاثنين؟ انت بتضرب في الوقت. طيب اطلع يلا بسرعه. هو اللي يعذب كل الشطار. الحب الحقيقي هو. اي تضربني؟ حرام عليكم. ما تضربنيش بالشلوط في العكه اللي واخد فيها حقنه. حرام عليكم. حرام. تضربني ليه؟ بتضرب. انا عملت ايه؟ انا عملت ايه؟ ضربني في العكه. هو انت وجاي ايه؟ بالاحمر بكل درجاته دخله هنا. انا عملت ايه؟ عملت ايه؟ اه عملت ايه؟ اسكت. في ايه يا كابتن؟ ترميني كده؟ بتعمل فيا كده ليه؟ تمام. في ايه يا كابتن؟ جاي لغاية هنا برجليك حصلت؟ انا قلت يعني احسن بلف بيها في الشوارع. كمان؟ يابا استنى. الف بيها في الشوارع؟ يعني بتلف فيها في الشوارع؟ الحقيقة انا لما ضميري قلبني قلت اجي ادخل بقى، ادخل البيت من بابه يعني. من بابه ده انت هتطلع على هنا من لا 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 مش رايع. يعني ده جزاتي؟ ده جزاتي ان انا جيت اطلبها؟ تطلبها يعني ايه؟ يعني اتجوزها؟ هي ما قالتلكش انها متجوزه؟ يعني ايش الهبل؟ لا الحقيقه يا ابو اصلا. يا ابو اصلا يا بني ادم. يا بني ادم. الاستاذ سعيد جوزها. يا جوزها ايه يا عم؟ هي قالت لي جوزها؟ ايوه. جوز مين؟ جوز الست لطيفه. لطيفه مين؟ ما انت جاي لمين؟ انا جاي اخطب بنت الجيران لاميا. بامية؟ بامية ايه؟ ده انا هقمعك. سلمت عيني يا استاذ. بامية ايه؟ بامية ايه؟ بامية لامية. لامية اللي هنا. لامية دي مين؟ بقول لك يا عم سلام. ايه؟ روح شوف حكاية لامية دي ايه؟ البنت اللي لامية جبتها عليك؟ لامية جبتها عليا. لو طلعت بامية اقول له جيب لنا طبق. افندم. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. مساء النور. حضرتك بتعملي في ايه؟ العادي بتاعي. امسح العرق اللي على حضرتك. لا لا ده العرق بتاعي. دمك لطيف. الله يخليك. كنت عايز اسال حضرتك سؤال يعني. اتفضل حضرتك. انت ليكي خطيب اسمه مجدي؟ ايوه فعلا اسمه مجدي. ايوه. وحضرتك عندك فستان اصفر بكولة سودة؟ ايوه فعلا انا استلفته من طنط لطيفة. انت عارف طبعا الواحد ما يقابل خطيب يحب يعمل تشينج والحاجات اللي كتير دي. طيب انت حضرتك اعطيتي النمرة بتاعت الاستاذ سعيد لخطيبك الاستاذ مجدي؟ ايوه. بقول لحضرتك ايه؟ انت كل شوية تعمل كده. انت عايز تعطس ولا حاجة؟ لا ده العادي بتاعي. يا لطيف. ايوه فعلا اني بابي بيقعد لي في البيت وبيخنقني فاضطريت ان انا اعمل كده. ايوه. طب حضرتك ممكن تيجي تبص بس على الاستاذ مجدي بس؟ في ايه؟ تتعرف عليه عشان اعمل حادثه. ايه؟ اعمل حادثه؟ ايوه. في ايه؟ دخل في مرض. احد يا بابا. لا لا مش ممكن يا بختي. ايه ده؟ سمير؟ سلام عليكم. لامية. مين اللي عمل فيك كده؟ توم وجيك. وادي يوم وقع بس الجياد كتير رقصني يا جدع يا جدع يا جدع عالطبل والبزمير.